قشر انا طلبتك ما مدى ما مدى بقولك ما تجلس لا ما تجلس والله ما تجلس اسمع لا لا ما تدبر لا لا تظهر اقعد اسمع نبي ابيك نبيك نبي ابيك لا 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 اقعد ابو عيد لا خمس دقائق يروح يطلع خمس دقائق خمس دقائق اجلس شوي خمس دقائق خمس دقائق والله ما اطلع والله بيدخل خلي بتكلم مع كلهم ما اعرف نظارتي وين هي هذاك من هذاك مصلاط لا رنس لا لا جس لا لا مانع تعود والله خمس دقائق مو خمس دقائق دقيقتين لا هات ما خلبك ارفع قدرك يومك لو تكون ضبط 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 الله يبارك في ايامك ان شاء الله ارفع قدرك الله يبارك في ايامك ان شاء الله ارفع قدرك الله يبارك أبرك يا أبو عماد رأسي متفاعل فيه من قبل البرنامج وقبل الدرايم وأنا أسأله الله يبارك فيك ولا إجابة خاطئة عندي صح؟ أنت إجابة واحدة سألت 10 أسئلة من كتاب ما شاء الله تبارك الله 9 أسئلة صح؟ واحدة خلط ما عندي لخبطت فيها بعد قلت أنت إن شاء الله بإذن الله أنك بتفرحنا والله أني قهوة إيده قلت على إجاباتك هذه تراك بتفرحنا والله أني أجاوب الصح نقول الحمد لله رب العالمين الشكر لله ثم ابو سحاب هو اللي مسكني وجاني وقال اخذ الكتاب وراح ادور كتاب حق الاسئله نعم الشكر لله ثم ابو سحاب الله يبيض وجهك ابو سحاب ووقفتك هذه والله العظيم اني ما انساها لين اموت والكتاب اللي اعطاني حق اقسم بيت الله ان الاسئله اللي فيه منها تقارب لها يعني يوم ادمجها ويوم اتذكر الاسئله اللي في الكتاب قريبه منها واسترجع الذاكرة يا ربيك الحمد بيض الله وجهك والله يا ابو سحاب الله يبارك فيك العيال ما عاد يدوش هم شو عليهم الحين ما عاد يدوهم منين يروحون ولا يضيقون وكحلام مو بسيط على انا كل ابونا اذا طلع بس طلع في شغل في قدره في قريه اذا طلع في شغل رجع اول ما يدخل مع عند الشجره وهو جاي لنا فيها تلقاه مطهبل منها بيدخل مع الشجره هو حط الدنيا في عجة ثانية لا حضور قوي والله قوي والله العظيم من النكهة لكن الله يوفق آمين الحمد لله رب العالمين والله ما ينذل العالم وهو الراحة يعرفني هذا الجو بارد برا ايه بارد مبارك بارد والله بارد يا ابو مان عزيز يا ابو مان والله الاخير خلاص الحين نوصل مرحله الحين خلاص يا اخوي ان ثلاث اسابيع ما ندري ايش احنا فيه واليوم بالذات فرحنا بدايه الفقره وبكنا على ريال الله يبيع حسك الجنه شوف يا اخي ما هي بدايته لا لا ما هي بدايته رجع بادن من مبطي ما شاء الله عليه الشاعر الدايم تعال اقول حط مكانك تعال يا ابي ها ابي خطر انت تسمعني والله العظيم لك فقده والوعد اللي اعطيتك اياه انت والله ايه موجود عندك انا قاعد اتخيل انا داري دبلن كبدي يعني حبيبي مبارك والله العظيم اني بفقدك يا بعد وبفقد كنت سوالي في الصبح الحين اضرب من الصبح دخل اديك على مين يا حبيبي مبارك والله ما ينزل عليك انت انت وانت حصان تعال اصحى يا بعيد اصحى ابو سحاب قال كلمه قبل شيء لما جيت انت يقول لك حلا ما نخاف عليه وصدق ما نخاف ما يحتاج والله انت ما قال ابو سحاب وسواء بقيت ولا خرجت كلكم والله العظيم لكم معزه خاصه والمشاعر متلخبطه يعني لا احد يشرح على حدسي ولكن والله العظيم اقسم بالله اني اعزكم واحد واحد الله يعزك رب البيت الله يرضى عليك يعني ما ابي اطلع وواحد شايب خاطره علي تكفون يعني انا اطلبكم طلب يعني ما ابي احد يشيل بخاطره عليك حلا سواء بالبرنامج ولا برا البرنامج حلا ما جاء منك الا الزين ما عاد مشان يعني بعض الاحيان واحد يخطي ولا انه يقوم منفس على مسفر الله يرحم من رباك يا ابو الله يطول عمرك انا اعتذر لك لا والله والله العظيم اني ما شلت بخاطري على اي احد منكم ولا واحد منكم زعل باي حاجه بيض الله وجهكم بيض الشحم
عز الله اني خويت، وعز الله اني قعدت مع اخوان اخوان و60 يوم صراحه. والله يعني احنا غير عن النسخ، انا اشوف انه غير عن النسخ الباقي، ولا قصور بهم، احنا متعاونين، واتمنى ان تكون التعاون هذا دائما لين 90 يوم. نبي نجتمع ونبي نستانس ونبي ننبسط ولا مره ممتازه. فعلى ما قال انا بجيك 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 والله بجيك انا طالب، تعال بجيك والله بجيك، عندي شغله بجيك. هذا يا فهد فاللي يقول لك انا والله العظيم اني يعني امانه كلمت امي يوم الجمعه يوم اطلع ديرك، قلت يمه طالب سنة تدعي ان بقائي بو خير لي فالله يعطيني اياه، وان خروجي بو خير لي فالله يعطيني اياه. ودعت قالت الله يعطيك اللي بو الخير، فهذا الخير دائما الخير، اللهم لك الحمد. اي والله الحمد لله، يعني لاني طالع من غير شر الموت ولا الحمد لله، يعني ما ابي حد يزعل ولا هذا سياسة برنامج سواء ابراهيم هذا ولا اللي بعده ولا اللي بعده، الامر ممتاز والله العظيم. اي الله اني تمنيت ان الصوره اللي اخذتها عنك بدايه البرنامج انها قعدت عشان ما احزن الحين جبت اطلع. قسم بالله اني حبيت الرجال هذا واني تعلقت فيه، اشهد علي الله الله يطول عمرك، واني تمنيت انه بقى الوضع بيني وبينه رسمي لين اطلع، لكن الامر ممتاز الخير فيما اختاره الله. مبارك من مكاسب الحياه وفو الله يطول عمرك يا ابو وصافي وصاحب الابتسامه واللي اذا نمت يجيني يصحيني ومعي في كل شيء، والله اني اتسلتك اخو يا ابو مبارك الله يطول عمرك. يعني بفقدك خلال الايام هذه، لكن معك باقي شيء ان شاء الله بنتواصل احنا وياك ان شاء الله بعد تعال احمد برنامج، وان شاء الله اني بجيك في حالك بكلكم كلكم، ما يحتاج الكلام للجميع، لكن احنا وعدنا انا عبد الله أنا عرفتك بالبرنامج وفي البرنامج وبعد البرنامج إن شاء الله. أسلم شوف قاعد جنبك، شوف لا تخليني أقوم. أسلمك يا رعاني، أسلم أسلم ودع بالرجل أمر الخوي الله يطول عمرك. لو أني جرحتك أنا أعتذر لك. لا والله والله أبقى صادق، لا والله ما جرحت، لا والله أخو أنك عزيز وغالي، لا والله أنكم أخوان كلكم كلكم أخوان كبير أبو مانع كبير. أسلم أبو شايف والله يا ابو مبارك من قال ايش، والله يا ابو مبارك انك مثلت اول شيء نفسك خير تمثيل وربعك خير تمثيل الله يعزك، وكلامك اول شيء والله انها على مقالع كل ابو نطلب له كلامك، بس هالعاده افعالك ولا علومك الله يعزك. وانت يا ابو مبارك والله العظيم انك على مقال ان بغيت التمثيل عينك، وان بغيت الفجعه تلقناك، وان بغيت العلوم الطيبه حتى ذاك اليوم صلحنا طبخه هناك، قلت خل احنا ناكلها مغرنا وانت، قالوا والله ما يدرون ايش همرني خليت خوياي وش اسمه واكلها واخلي خوياي، فعلومك طيبه يا ابو مبارك وانت مبدع وانت عارف ان كلامنا ذا مما في خطرنا لك وقدر لك، وانت يا ابو مبارك دائما الشيء اللي تجي فيه تزينه وتظهر منه ابداع ولا فكره، الله يعزك. انت سمعت وانت ناجح، وهذا ان شاء الله انها نقطه انطلاق لك، والحمد لله احنا عرفناك وحنا اخوانك اليوم ودوم. ما يحتاج اليوم ودوم باذن الله، الله يخليك. وانت واعدنا تجينا صوب ديارنا باذن الله، ولك كرامه عندنا، وانت وحن بنجيك صوب الشمال ان شاء الله سواء طيب ولا الله يطول عمرك ما يشبع والله يوفقك يا ابو الله يطول يرحم الرباط الله يطول عمرك يعزك يا ابو اسلم اللهم امين. والله انا نبي نفقد الطاقه والشعلة بالبرنامج يا بعد والله بدون غالي، احنا لا صرنا هادين ولا باردين ولا ما فينا حيل ولا ما فينا طاقة، جيت وحركنا الله يطول سواء بالريالتي سواء بالغرفة سواء بالفقرات، والله ما بعدكم يعني انت دائما تسوي الاشياء اللي ما تخطر على بال اي احد، الاول واحد بيفكر وبيخطط وش بيسوي فعالية وش بيسوي حدث وش بيسوي اي حاجة، انت تصدم الناس كلهم بافكارك وباشياء اللي تطلع معك. الله يطول في حاجات بيني وبينك انت خابرها تحت البث، وفي اشياء انا بك تعلمني فيها تقول لي طرف علم فيها ثم تسحب علي وتخليني، لكن يبي مسك الليله ما انت رايح له انت تقول لي كل شيء، بس الله ييسر امرك يا حبيبي، وانت ما ينخاف عليك انت توجهنا دائما. ابو مبارك انه ما يصلح، لكن تلبيه طلبك وانك طلبتني وخرب علينا ابراهيم عاطني ما ادري يا اخوياي سمعني، لا سمعني طالبها مني وماني مخليها في خاطر، وبعدها عاد بتكلم.
ما فيني حاجة يا دكتور لا تكشف الجرح مشكورة عندي لجرحه منعه يا قواها من منعه عندي لجرحه منعه يا قواها من منعه راح وتركني لحالي فقدت أنا أغلى حلالي عندي لجرحه منعه يا قواها من منعه والله أنك غالي يا أبو مبارك صح بذنك وإني أحبك جدا وعلى ما قيل اللي تحت البث بيننا أكثر من اللي على البث ما يحتاج وأنت عارف غلطك عندي وعز الله أن بنفقد أخو وعسى ربي يوفقك في حياتك وبالعكس هذه قد قلناها للإخوان اللي طلعوا هذه انطلاقها لك بإذن الله وأنت نجم من قبل حتى لا تدخل جعل ربي يوفقك ويكتب لك اللي فيه الخير ويسعدك في الدنيا والآخرة الله يطول عمرك أبا عمر حبيب الكل عطني ما بخاطر شفن تدري اللي في خاطرك ولكن يعلم الله اني احبك الله يعزك اي والله وانك تدري بغلاطك ومعزتك عندي الله يطول وانا يكفيني اقول ولا ما اقول؟ قل انا يكفيني جلستي اللي معك قبل شوي اللي قبل براين بنص ساعه واللي اليوم الظهر انت ولا قصور في الشباب كله ما انت فارق الله يعزك فارق كثير انت لك لك بصمتك ولك حضورك ولك انت شعله الله يعزك والله اني صادق انه والله العظيم نفقد واحد من اركان هذا البرنامج والله اني صادق والله ما جينا من بعدكم جعل ربي يستر عليك ويحفظك يا حبيبي وانت مبدع وانت اللي مثلك ما ينخاف عليه الله يطول والله اني اقولها صادق واللي مصبرني انك ما شاء الله تبارك الرحمن ما ينخاف عليك انت مبدع يعزك. وانا شخصيا استفيد منك وانت تدري وش الشيء اللي انا بستفيد منك فيه نتعلم من بعض والله اني صادق يا جعل ربي يوفقك يا حبيبي والله متقاوم ويستر عليك وما تشوف شر لكن ترى كلها كم يوم بتواجه بإذن الله بإذن الله يا رب يجعل ربي وقتك وخير لك عندك والله نعم عندك أكبر مني أنت شايب أكبر مني بربع سنين حلب 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 وأنت أكبر مني لك وأخوك يا أبو عمر حلال أبو عمر صادق خيرت لك يا حبيبي اللي هونا في الخاطر يجعل ربي وفقك اللي هونا في الخاطر أسبوعين لكن تعرفش اللي وشاب توجه على خير إن شاء الله بإذن واحد أحد إن شاء الله هذا كني ما لحقتك أسبوع الجاي كني ما لحق كما لحقتك أروح أسبوعين كلهم تلحقين على خير إن شاء الله بإذن الله ممتاز يا شرع بالتمر خلصوا الشباب قصيده لك كتبت فيها رقم جوالي وسامي لان هذه القصيده بتكون عندك هديه وبسالك عنها من اطلع من البرنامج واذا ضيعتها بيضيع راسك اضيع منك في ابو عماد تسلم لي والله انا انسى روحي وانا انساك ابو عماد تسلم وسحب يقول معوض الله ياك حيلان شوفتك ما هي بالأخيرة ودع تناول قلب شفقان والعين من بعدك ضريرة لكل أخو العض عثمان لو دارت الدنيا استشيرة وبشر بوقف الطير حوران معك معك بالمعسرة هو اللي سيرة وانت تستاهل حلف تعال تعال طعني الله لهانك وانت عزيز وهذه هدية ما راح نكلف أنفسنا بهدايا هذه الهدية لكن ان ضيعتها مثل ما قلت لك والله من بضيع راسك من احلى الهدايا اللي مرت علي بالبرنامج تسلم لي والله يا قلب اخوك مثل ما قلت لك ها ابشر بيض الله وجهك ابو عماد وجهك ابيض ابو سحاب انا اخذ من احمد وزايد ومصرط احمد عطنا بخاطر انا اخوك اول شيء بقول لك حاجه وبقولها للشباب كامل أقول أول شيء بقولها لكم وبقولها للشباب كاملة أنا أدري إحنا ببرنامج البرنامج هذا لعبة زي يوم نلعب كورة نلعب بلاي ستيشن نلعب اللي نلعب ومتقابلين ولا أحد صايرين في شيء لكن أشهد علي الله أن كلهم واحد عندي ويوم عتبت على كحيلان من عتب أخو الأخو تعرفون زي ما قال أبو سحاب قبل وتكرمت زي أخوك أحيانا ولا دمك أبوك
جوك ما هو معاه لا يكون قريب لك، يمكن اخوك الثاني يكون اقرب لك. فزي ما قلت انك حالنا انا قريب عندي بالسرير ولا سوالف وطاعاتنا سوا وراحاتنا سوا وجياتنا سوا، زي ما تقول لي على جوك يا بعد راسي. ويوم اقول انا والله اني ما اقولها لحد هذه، او مجرد كلام اللي احيانا اقولها انت ولد امي او ولد امي وابوي له غالي غالي وتعدى مرحله الغلا، وانتم يشهد علي الله ان كلكم غالي. الله يعزك يا ابو. وكحيلان ما اقدر اوصف يعني، ولا اقدر ايش اقول، لكن هو عارف وانا عارف انه جبل. هو جبل، هو جبل، هو ما هو ما سموه بهالاسم كحيلان الا من عبد الله يطول عمره. وانا عارف انه بينطلق وعارف اللي عنده، عارف ان امور كثيره وادري ان قدها يا ابو مبارك الله يطول عمره. لكن شو ذنب اخوك يا جلس الحق؟ هذا شو ذنب اللي انا اقولها عندك اخوان كلهم يعوضون يا بعد راسي، لكن الله يوفق. عندك الذئاب يا بعد راسي. بعد راسي الله يسعدك. الله يوفقك ابو مبارك وباذن الله ما تلاقيه. الله يطول عمرك يا بعد راسي. ابو سابق والله ما ادري شو اقول. طير شلوه. شهد الله اني ما ادري شو اقول، واني مهما اقول مهما اتكلم ما بوصل لك قدرك عندي ومحبتك في خاطري. الله يطول عمرك. وانت ذيب والله العظيم انك ذيب ولا ينخاف عليك، بتطلع بتلقى نجاحات قدامك، بتلقى امور بتسير لك باذن الله، وابشر بي في كل امر تبغاه يا ابو مبارك. و بيني وبينك والله العظيم اني ما توقعت اني بكون قريب منك للدرجه هذه، واني بحزن وبنكسر في خروجك، لكن هذه خيره خير ما اختار الله. وانت والله ما والله العظيم ما عليك خوف. الله يطول عمرك. تطلع وبتدعس باذن الله. عسى ربي يفك والله العظيم انك كسرتنا، لكن كلنا بنبنى هذا اللي في برنامج وكلنا بنادعس. عسى ربي يحفظك يا حبيبي ونبنى اشرع سنة. والله اني احبك يا عبد الله اقسم بالله. لبيه قهوتك هو شيء حلو سويتها سريع ولا وصلت ما هرج يا مسلم. الله عند ابو فهد. اسلم اسلم يا ابو والله العظيم والله تسلم والله والله تسلم والله والله ما سولف. كحيلان اسم على مسمى وانت كفو، ومن مكاسب الحياة بالنسبة لي ولأخوياي كلكم من مكاسب الحياة، لكن أنت يا أبو مبارك تعرف مكانتك وغلاك عندي، وإن حتى خروجك ذا والله إنه بيتعبني، لكن على ما قال يا رفيقي من غثى الأيام مالك لايم، يا رفيقي من غثى الأيام مالك لايم، الليالي يوم تصفالك ويوم تغدرك، بس ابيك تحطني قدام عينك دايم، احتزم بي واطلق احجاجك ووسع صدرك. فدائما الخيره فيما اختارها الله، وهذا شيء مختاره لك الله. والله يوفقك وييسر امرك وابشر بنا وبن تواجه احنا وياك بعد البرنامج ما يحتاج بس. والله يوفقك الله يطول عمرك وييسر امرك، والكلام اللي بخاطري واجد واجد ما يحتاج بس وهني بخاطرك، لكن الحمد لله يا رب قلبك. أبو مبارك أول شيء والله العظيم أنك غالي. الله يطول عمرك. والله العظيم أني أحبك أحب كبير، والله أني ما أقدر أتكلم فيه حتى. الله يعزك. ذمة أني أتكلم صحيح، وأني أشوف فيك أشياء يمكن ما أشوفها ولا أكسرهم بربعي، ولكن ما أشوفها فيهم أشياء طيبة واجد وخسارة طيبة واجد. الله يعزك. والله ثم الله أنك غالي. الله يطول عمرك. وأنها خسرت علي أنا. والله أنك خسرت علي أنا، ولكن ما أقول إلا إن شاء الله بعد برنامج بنتقابل وتجينا للحفر، وبجيك بالمكان اللي انت فيه، وانا طالب ومن على الربع ان شاء الله، انا طالب جروبات دعمنا كل ابونا تنشر لك حلال. والله اني اتكلم صحيح. يستاهل ابو مبارك، وهذا اقل ما نقدمه له، وهو راعي الاول كل يوم سوينا شيء واجد ما تدرون عنه. الله يطول عمرك. ولكن ما سويت شيء هذا، عارف ان جروبات دعمنا دائما هم سباقين الخير دائما، الاشياء هذه دائما الله يطول عمرك. جروب دعمنا هم جروب دعم كحيلان، جروب دعمكم كلكم عارفين عارفين ولا في شك. جروب دعمه ابو مبارك. ابو مبارك معك يا كحيلان. الله يطول عمرك. كلكم كلكم والله اخوان. اي بالله انا طالب الربع، الربع كل ابوكم اللي برا أبو واللي داخل كان عندهم جروبات دعم ينشرون لابو مبارك. يستاهل ابو مبارك هذا اقل شيء نقدمه والله. ونوصيكم فيه ابو مبارك، يشهد علي الله انه جبل من الناس اللي تتعب على نفسه. الله يطول عمرك. يا بجيك والله عظيم الربع اني كسبتكم مكسب اقسم بالله ان يحسدوني عليه الناس كلها، والله انكم مكسب ما هو مجامل لكم، ولكن رب البيت انكم مبدعين، واقدر احلف الحين على كيفي زين، وان غلاكم كلها يعني ما نتعذب عليكم، والله لكم غلب داخل قلبي يعني لو تشوفوا يمكن ما تقول هذا ما تصور. والله العظيم كل واحد بكم له ميزه، كل واحد بكم له غلاء.
احمد جايك 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 احمد تعال تعال بجيها بجيها بس انا ابي ابو سحاب يتكلم انا بالعيال يخلصون قدامي بالعيال اي خلاص اسلم يا ابو سحاب ولا يا ليت شمر هلا اللي يدخلهم ما يضامه الله ميال عقاله ولا تشمر وما يجمع على الف والمية فانت والله يا ابو مبارك الرجال دايم تعرف بشاميها ولا تعرف الرجال الا لخويته جابينك وبين اخوه اللي رحت معه وجيت معه ورقدت معه وجابينك وبينه يعني عيش وملح عيش وملح انت لك منشبك نصيبك حلال الله يطول عمرك احنا كنا نشمع بك من اول وخاويناك وعرفناك وعجل الله لك منشبك نصيب الله يطول عمرك سلامتك بعض الرجال يسمي نفسه شيء وهو شيء ثاني لا والله انك انت تشمن على 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 فعل الله يعزك يا ابو شاي ما جاء والله من بعدكم ولا قصور ما يشم يبا اسلم المفروض كلمة تمشي بعزك والله على سلام اللي من يوم دخل وانا الحين بيطلع ما قلت صادم مع احد ولا قد جاء بينه وبين احد اي اشكاليه اللهم لك وهذا قوم اطيب راسك وطيب قلبك الله يطول عمرك من بعدكم شخص مبدع من قبل البرنامج ويوم دخل البرنامج تالق وابدع زياده الله يعزك وباقي عندك الكثير وباقي عندك ابداع الاكثر اللهم لك وين ما يحتاج اني اعلم وش غلاك في قلبي وانت تدري ما بشي. يحتاج ما يحتاج يشهد علي ربي انك محبوب جدا وانك غالي بما تعني في الكلمه الله يطول عمرك وما فقدناك بالعكس الا كسبناك الله يعزك والله العظيم اني كسبتك ما يحتاج اكيد من يوم دخلت البرنامج قبل البرنامج كان ما نبي اعرفك تبارك على ندى البرنامج اللي تعرفنا على الحوات الغارمه الله يعزك هذا هو المكسب الوحيد وترى 27 يوم ان شاء الله وانا وياك من تواجه هن والعيال كل ابونا ان شاء الله بنجتمع في محل واحد والله لا يفرقنا ايام معدوده طال عمرك وكل ابونا بنطلع ما حد مقعد في ذا البرنامج باذن الله باذن الله وعسى ربي يوفقك وهذه على ما قال دائما نقول هلا الربع اللي ورا ونقولها لك وبنقولها لانفسنا بدايه الله يطول والله يوفقك هذه بدايه سلام بالمضغط الله يوفقك ويسعدك ان شاء الله يا دائما يضحك كثير مبارك انا مايكي ماخذينها خليها كاش اسلم اقول الله يا ابو مبارك ونحن انت صغير في السن وكبير في القدر الله يطول عمرك تعلمنا منك وحنا اكبر منك سن وانت اكبر قدر الله يعزك تعلمنا منك الشيء الواجب منكم نتعلم الشيء الكثير وعز الله انك اخوي في وقت الشده لا بغيناك عيناك ما حد ضحى لاجل اخويا في البرنامج ممكن قله وانت اولهم الله يعزك قد ضحيت بحسابك انت على حسابك ب 5000 نقطه عشاننا وقد ضحيت وقد ضحيت ناس تعرف وناس ما تعرف تستاهلون والله وكسبت محبتنا وكسبت خواتنا والمكسب والله العظيم والشرف انه لنا قبل ما يكون لك الله يطول عمرك وباذن الله نحن وياك ما متواصلين ولا نحن منقطعين سلمنا على اللي بتواجه كلهم على ابي وعلى امي وعلى اخواني اللي هناك كلهم على خشم لانهم عدوني ولدهم وهذا والله العظيم انه شرف لي انا يا فيصل والله العظيم اني صادق الله يعزك كم معي اللي بيكت مرغان هذا واحد مخمص دقي والله الود ودي بس هذاك فيصل بس بقف هنا يعطيك الهري بس ما ادري ما ادري اذا في يقول اعرف من اللي ينتهض لو بنخاه ابشر بس واعرف من اللي يرتبك لا نخايته احد اجي اضيع الوقت وياه واحد اللي يضيعني الوقت جيته اي والله يا ولد شمر اي والله يا ولد شمر يا بعد راسي ابشر بس يا بعد راسي عن هذه الامور تذكرون موقف واحد صراحة احنا مواقف وايد حيلان لكن بعض المواقف اللي عاد ذكرها لأخويك حيلان اللي هو كانت الهدية اللي جاب لي اياها بداية البرنامج مايك برنامج اخذ خصم وتعب استلمنا على ما قال ما في زين اول بداية مواقفك مشرفة يا الشاهد الله يك حيلان عندي انا وعند الشباب كلهم كل واحد يذكر اللي عنده فأنا اللي عندي أنا يا طويل العمر مواقفه مشرفة قدام أنت دائم مواقفه مشرفة الله يعزك بس المبادرات الطيبة اللي يوم جبت لي الهدية ذاك اليوم في أول الأسابيع هذا الشيء الأول والشيء الثاني يا طويل العمر يوم دخلت عند ناس ما خليتني بروحي الله يطول حصلتك مرة عندي قلت لك حلا يمكن فيها خصم قلت لي معك الله يطول خصم ولا بلا فبيض الله وجهك بيض الشاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في فقرة خذها كاش من برنامج البزنس